السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسكينتي يا رشمي في بكل قصة والبحة فانا الفرق مقضنا الحمد لله إله سبحانه وتعالى ما هاد إسكال وحان فيلا هنا عفمات قبتي أذي إدابنا بليز جانل غداكو بسوب سبسكراب سار كومنتي نقصو الرأي وفرين كاع قروح ذو بضان آد أياني يجعل سيد قروح ذو بضان إيسو بود كريسان إيتاقيرتان دمانتينا الله نيجعل عصا إيجعشين ما أنت مسؤولين إن أشك قصله وحقيقة برتين بإن برنامج قصل بدن بس وحيالك روح بدن نيسو كليه ما أنت ما وضعي وحي هوري وحسو داف وحي دما وحي ويكدو جنتها دما وحي أني سوقين جرالهم ويكدو جنتها أرتو بليز أديكوا فيديو جبوسينين إسرافينين هذا الكي يروح وحن الصعدة وحن كهل دورة إن أديكستا إن شاء الله برجينا يا هذا إلى كرا نقضوا أدونك ولا لغوية هاي إفك ولا لغوية هاي والله الصومالي ده دمان طالع أنت اللي باتسم أنت هذا الكلام ربيعي مستوى حن كهل لا تقلين ورت أنت الصومالي دمان أمة مسلمة كستيكو اللي باتسم أنت إلى عفمات ما محسيه أنت وحيسنا الله سيو أنت وحيستنا الله أسياديو ودن كنا نبض الله نقدروا هالمد كوب إسراع الله نقدروا أقبل كي قرن كيو يدلني ماذا إسكتافتي أو هل ودكوا صعد الله نقدروا هل كتاب دين تين وهل كتاب كتاب كله سبحانه وتعالى سود شين اللي قلقه إسفهنه تذكر الله على أصحابه إلهي أنا قد يقدر تعذر توي هبون تمركزته وقف كسته ومركزته والله هذا كل مهم سو مركزته لس أركايا إللي شكد عي أدي ونعكسن تهد بعد وأوضة باحنا أنا قدر إن شاء الله بينا كريم ما أنت وإحنا وضع عن ربا إن نيسو قديو أنا قول عبشة نيسو بندكتي عبشة راسو هو سوماليات كور سوماليات أو واحد الشيء هو سوماليات سكري وعوانه سو باهي هي سو باهي ده إيه سو بندكتي إلى سبحانه وتعالى أي باهي ذا كوفسين كرا أو قفك بالعادة كباهي ذا كقاعد كرا حنوم كقاعد كرا لكني أنا قط سومالي إن أنا وحنا عند ديك له أو إس قبته إس دبقته إس عابيو أو إس دبتهاجن أنا إحنا إنك استودي وحنا يركن ده سومالي أو نحن ما ذا حدا جاي بتحسي لكن تدونا كسنا نعم إلى سبحانه وتعالى وحنا جا أبو نجا أبو رنا جا دلي تدونا كسنا Somali sanad dadka qaar qaar kood isma caabiyan anyway waxa meeshan u soo galay waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar da'yar oo hooyo ah oo ilmo haysato oo hal gabar ay haysataa waxa joogtaa magaalada Jubaland gaar ahaan Kismaayo Kismaayo ay joogtaa walaashayna cabasho ay soo bandhigtay igaana qoro walaasheeda bilaa adanaan ahay sida wax u rabto ma aboodi karo oo ma sameyn karo laakiin wax kasto oo ilaahay ayaa aboodo laakiin qof bil aadana ahay abaayo cabasho badan ay soo bandhigtay qof bil aadana bismillaah walaashida baahay ay soo bandhigtay baahidaas oo ah maadaama xmaayay joogta xmaayayna way ku cusub tahay marka wax ma haysto hooyana waaye qofku markuu dhalinyaray yahay mise caadi yahay meeshu doono iska galay meeshu doono wax ku cunay laakiin hooyo hadda taa ilmo haysto wadankana ku cusub tahay dabcan waa dareemi karteen in qof kasto aqli leh qof kasto damiir leh uu dareemi karaa dhibta ay ku sugan tahay walaashay information badan ayaa isiisay oo way ila soo warantay maadaama aniga nambarkii shaqada iga soo igala soo hadashay igu tirabaayo saas isaas ayaanahay ilaaho beerka aan beedin dhibaatadaas ayaa ahaysato dhibaatadu tahani wixii tiray horta alxamdulillaah caafimaad daray ma haysto waxa ahayd soo baahi nololeed baahi nololeed oo ah anigoo waalid ah anigoo hooyo ah haddana ilmo yar aan haysto waa dareemi kartaa tiray wadankana aan ku cusbaha qurbaha aan ugu micnihii aan ahay qof safar iska ahaato miskiin oo waxba haysan marka baliis waxaan ka cusanayaa tiray dadka walaalahaaga ah inay igu bandhigtid cusigeyga ha qofkii wax awoodo inuu wax isiiyo please and please number keda ayaa meesha shaashada ii soo diraya because aniga qof bilaa adana ahay mideed kale gabar muslimada ahay waxa lagu soo barbaariyay diin dhaqan wanaagsan lagu soo barbaariyay saasay tahay marka hooyo kasto qof kasto walaal oo dhibaateysan qof kasto muslim uu ka dabanaya maadaama ay information keda isiisay aan wareestay
أنا وحبيني سو قد بنسفي عن أول رستي حالة ده يغش كسي ولا حالة ده هدين يغش كسي قف كستو مسلم قف كستو ضمير له ودقنا يا ونو ونا ونا نحري سنة يا سن أنا أنا أوهيبو مركا anyway أباي ده حاوس عيد الله حاوس عيد محمد الله يحيي جاك تام قال هذا كسمايو شبلان وحن الله بليس أم بليس نمبر كذا مش ثاني سوري جايا وحن يغ الصناعة أوني يغ الصناعة قف قصتو صومالي قف قصتو مسلم أو ضمير لي وحن يغ الصناعة نمبر كذا مش قصو قرايا بقول شلين وبق وبقول وحن كبدا بقول شلين وحواي هل ضر كنت شلين وحواي محاكل كنت محاكل هذا بقول ضر بقول دور المين وحن كذا بقول شيء نحن كلج متى هل دور قف قصته وأبو ذا بقصة توقف كي هذته هل دور هذا وكشبت من هل هل دور قف قصته وكشوا شن دور أذن صدق أتوني يسته أو ولاشة هذا ولاشة عاب صدقون وسته أنت يرتان صدق ويكون قن سمال إلهي أجي كعكس وبحسا صدق ذن آدي ونكسر تحس صدق ذا هل بحصله بليز أم بليز قبل ده هو يذا صوماليات وحن يقع الصنايع إن لهذا الشين إن وحتر كرتين قفك أبود وحن أصي قفك أبود إن إله سبحانه وتعالى إنه بريو أبود إله سبحانه وتعالى إسكله لكن ما دام صومالي أنا أسقطك منه وحن أنا جا أم بليز إن يقع الصنايع قوي كست صوماليات إن عاونه مدى هذا كله ما دام قبل ده أبودن كانوا كل صطحي وحن هي السنين هو يعني إيدهاي هذا الكلام أقدري ما يقف مرغيسن أقدري ما يقف باهن باهذا والله وحلو شيء كرما please and please نمبر كذا وحني وسو قرايا شاشة هلا عابيو قف كي واحد ترك راسيو دت كدل إيدي بتقف كي جو فيديو كان هذا أركتي شير كريا شير كريا واني بريا أولي فيديو شير كريني ما ليه وح كف الصناعة أصحابتي أمان يوحر المشا أنت سبسكرايب إسارتي أنت إداوتو بليز وحنا قصنا إن سيشير جريسين أوفا فيسي ولا الشين مس ولا ليه هنا سانو عابلهن وهاي صومالي وهاي هاي وهاي صومالي وقبر يره ستة المير يره ستة وعنا أباه وحكست أباهن وحنا قصنا يا إن مركز واحد أركست قف قصت دواتش مركان أرك هاي صومالي دوا مركان بدنا دواتوين كن عي مركان في بصدوا هواي سومالي واحد دواتونا هواي سومالي واحد واحد سمينا هواي سومالي حتى أدركس هواي واي جبر يهستا جبر دني نيك كده لو حلاقيه إنه ملكس تكجر ولعك يهست ودن كسي مسمال وسكجر وسكب عشالة إذا هو بهانته وحلا ده والله وبالله وطلع تردد على جوجي dad kina because madam qof dhalinyaro marka ay soo noqon kalaana jig jig iskanahay waa lagu baahan yahay marka guri joogto hoola qabani cuntada karnaad in wajooga ma dareemays laakin hooy hadda ta ilmo yar ka dawoona qof ku rabto mala qof ku rabto mala allah subhanahu wa ta'ala mu qof kale ku maraban soma marka please and please asxaabtii soo raad hadalkani ugu badii madam aan shucuur sanahay gowdo walaashay meelo fara badan iga taabatay idahada abaaye waa baahanahay waxaad ii awood waxa ii qaban kartaa ii qabo marka allah subhanahu wa ta'ala ayaa baahayda bixin laakiin hada dadaalno gabadh walaashayna garab istaagno waxaan huwa lacag iyo wax nool yar aan siina walaashayna wax ma naga jiraa inta sadaqeyno taa sadaqadan aad ii unaagsanta meel ay noo soo bixisa marka waxaan iga cusanaaya please and please asxaabta dhamaanteeda video ga na share garisin number shaashada ku qoray haawas ciid maxamed ala dhaha haawas ciid maxamed ala dhaha number keda hata waa hubin kartaa waa wici kartaa haaway gabadhii shimee ka hadlaysa ma tahay oo baahneen ismaay joogtay haaway soma marka soo kala ugu shubaysa number keda waxa awood ugu shubi kartid please and please waxaan ilaayo hala caabiyo waa hooy Soomaaliyeed waa gabar yar oo miskiin oo dhibaateysan wallahi oo bilaa talla hadaladeeda ani isu qortay mise aad dhageystay maadaama ay ogoleen in social media codkeeda soo dhigo oo hadana ay dhahdo abaa ani waxas ma aqaani ani aan ahay maadaama baahideeda fara badan ay ii sheegtay farkli fool ma dhaqdo ani kala xeyna hadaan dhaho maanta de ani baa dareem kartay gabar iska dhalinyaro qurbana cas joogtaan iska ahay micnihii ma dhigi kari baahid Allah subhanahu wa ta'ala bixin kara laakiin waxa adiga meel ku kabsatid oo ilmahaaga gabadhaad yar iyo adiga
aan ku siinaa ma awoodi, laakiin anaa ka codsada oo dhahay maadaama aad baahan tahay waddanka dadku aqooni oo dadna ku aqooni adigana u baahan tahay, adiga gabadhaad yarta u baahan tahay Soomaalida dad wanaagsan oo dadka jecel oo dadka sadaqa inay baxsadaan jecel waaye social media aan kusoo gelinaya. Ayay i tiraahday laakiin codkeeda iyo hadalladeeda aniga iidan dhex maray ma soo dhigaayey maadaama gabadhan social media ay ku jir, laakiin baahida qof bini-aadamka laguma nooco baahi ee baahisanta haddana hooyo ay tahay. Marka aniga waxaan jeclaystay inaan codkeeda waxba soo dhigo, laakiin nambarkeeda aan soo dhigo. Inigana aa caabsin xaawo Siciid Maxamed aa la dhahaa. Marka aniga wallahi shucuurteeda ilaa hadda kor u taagan tahay, because hadalladeeda qoraalkeeda say raheyso inta macni baahida waa ka dareemayaa si aniga iskula ay gula hadleyso. Marka information-keeda dhan waan kasoo macni anaa wareystay, si fiican u wareystay, anaana jeclaystay inaan dadkayga Soomaaliyeed, dadkayga jecel, dadka jecel inay garab qabtaan, dadka jecel inay wax siiyaan, dadka jecel inay sadaqaystaan wax baa waxaan isle, maadaama anigana igu xiran yihiin gabdho fiican wanaagsan, dad wanaagsan, aabooyin wanaagsan, hooyooyin wanaagsan, idaawadaan sadaqada jecel inay bixiyaan. Qof kastoo muslim inuu sadaqa bixsado wuu jecel, laakiin Soomaali dad aad wanaagsan waa, qof baahan iyo qof dhibaataysan ma arki karaan. Marka please and please abaayo waxaa la taro haddaan hadalkan igu badiyo igaraani noqda, maadaama aan dumar ahay aan dareemi karo dhibaatooyinka hooyooyinka haysto, aad dareemi karo baahida waxay tahay, aad dareemi karo waddan markaa ku cusubta dhibta kaa qabsan karto. Marka ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynayaa qof kastoo muslim ah, qof kastoo Soomaali, qof kastoo dir daqanayo ku jiro, qof kastoo hooyooyinka Soomaaliyeed u daqanayo, waxaan iga codsanayaa abaayadeena. Waa gabar maskiin ah, waa waddanka ku cusub, waa gabar walaasheen baahan, waa gabar hooyo ah ilmo yar haysato naas nuugayo. Marka gaajadana waa dareemi kartaan. Marka please and please waxaan iga codsanayaa ilaahay ayaa baahida bixiyay oo macnihii oo baahida iyo murugta dadka ka fur, laakiin ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynayaa gabadha walaasheeda ah inaa wax tari doontiin haduu ilaahay karaan noqdo. Waxaas aa bixsataan sadaqa inay tahay 100 shin 1 dollar haddaa u dirtiin sadaqa inay tahay, inigana waa naga baxdo sadaqa inay tahay. Iyadana waxbaa u taraayaayo maadaama ay wax ku qabsan karto, macnihii maadaama qof baahi oo baahideeda soo bandhigatay. Nambarkeeda halkaana kusoo qorayaa, video dhammaadkiisa commentiga dhankiisna waa ku reebaay, fariin ii reeba insha allah biidnahi kariim. Channelka haddaa ku cusubta subscribe, share, comment wa xaggiin please and please videogan hala share kareeyo. Waa iga cusi. Please insha allah biidna kariim waxaan ka boganayaa inaa videogeyga aa macnihii aad dareemtiin haduu ilaahay idmo, qofkii wax taraayana walaasheen inuu taro, inta kalena inay isku duceyso ilaahay inuu baahida dadka baahan baahida ka saaro, inta xanuunsana xanuun ka qaad, inta caafimaad qabta caafimaadka ilaahay u siyaadi, inta wax haysatana ilaahay idinkiis waxaa ilaahay ugu baryayaa ilaahay inuu u siyaadi, oo qof ayagana qof walaalkooda a garab qaban doona biidnahay baarig haduu ilaahay karaa noqdo insha allah. Videogan hala sheer kareeyo.